وقد خص ضيف الجزائري لدى وصوله إلى أرضية مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة خص باستقبال رسمي من قبل السيد رئيس الجمهورية. بجانب كبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة وعدد من أعضاء الحكومة. الرئيسان وبعد استماعهما إلى النشيد الوطني للبلدين استعرضا تشكيلات مختلفة من وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية على وقع 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيف الجزائر.